السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي لمحافظة الشرقية العام الدراسي 2023. يلا مع بعض. السؤال الأول معانا صحيح غلط، بيقول لي اختبار صحة البرنامج عبارة عن كتابة كل الخطوات التي اتخذت لحل المشكلة ما. طبعا هنا الإجابة خطأ. خطأ ليه؟ لأن اختبار صحة البرنامج عبارة عن التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء، أو عبارة عن إدخال قيم بسيطة معرفة النواتج لكن كتابة كل الخطوات دي التوثيق. يتميز كل كائن بخصائص وسلوك معين يقوم به عندما يقع عليه حدث معين. طبعا الإجابة هنا صحيحة. نستطيع تغيير موضع الزر بوتون على نافذة النموذج من خلال الخاصية سايز. غلط. السايز ارتفاع وعرض الأداء، أما تغيير الموضع فدي اللوكيشن. تشترك كل من أداة التحكم الليست والكومبو بوكس في الخاصية سجست. غلط. تشترك في الخاصية اللي اسمها ايتم. هنا السجست هي عبارة عن قيمة الخاصية اوتو كومبليت مود، وده موجودة فين؟ في الكومبو بوكس. لكن لو جينا هنا نبص على الليست بوكس مفيش اساسا اوتو كومبليت مود هنا عندي، وبالتالي هنا ايه الاجابة خطأ. يمكن ان تتغير قيمة الخاصية بروبرتي من خلال نافذة الخصائص. لحد هنا صح. فقط غلط هنا، فقط لا غير، يبقى هنا ايه غلط. ليه؟ لان ممكن اغيرها من خلال ايه نافذة الكود او الكود ويندو. تمام كده. السؤال التاني، مجموعة الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة يطلق عليها الألجوريزم أو الخوارزمية. بيئة التطوير المتكاملة IDE تطلق على الفيجوال استوديو، أو مثال للفيجوال استوديو. الخاصية التي لا يظهر أثر ضبطها إلا في نمط التشغيل، عندي طبعا الويندو ستيت والشوست والستارت بوزيشن والشوست تاسك بار. لفتح نافذة الكود أو الكود ويندو نضغط على إيه؟ طبعا على F7. F5 ده التشغيل في وضع الاختبار، F4 ده إظهار نافذة الخصائص. أداة التحكم التي تستخدم في احتواء تنظيم تجميع أي حاجة من دي كله يبقى لجروب بوكس. السؤال اللي بعديه بيقول لي اشرح الأكواد. هنا طبعا بوتون 2 أداة ده اللي هو الزر رقم 2، تكس ديت الخاصية إظهار النص على الزر، إند كلمة إند. طيب وبالتالي هنقول له إيه؟ إظهار إند او اظهار النص او كلمة ان على الزر بوتون 2 اظهار، لان التكست عبارة عن اظهار نص على واجهة الاداة، وبالتالي انا هقول له ايه اظهار كلمة ان على الاداة بوتون 2 بس كده. طيب ليبل 1 المبين، اوتو سايز يعني الاداة بتتغير تلقائي حسب النص المكتوب داخلها او لا، اترو يعني تلقائي، يبقى تغيير النص تلقائيا حسب اللي تغيير الأداة تلقائيا حسب النص المكتوب. تمام كده. يبقى إظهار كلمة end على واجهة الأداة، أو ممكن بدل ما أقول إظهار أقول كتابة كلمة end على واجهة الأداة. تمام. يبقى هي بس هي الأداة مش كتابة، أداة إظهار نص على الواجهة، إظهار كلمة كذا. هنا جعل أداة المبين تتغير تلقائيا حسب النص الموجود بداخلها. طيب هنا بيقول لي أكمل. يحتوي على المترجمات والمكتبات وبيئة التشغيل، ده مكونات طبعا الده الدوت نت فريم ورك. دوت نت فريم ورك. تمام كده. طيب أداة التحكم التي يمكن استخدامها على نافذة النموذج لاختيار نوع الطالب ذكر أو أنثى، وبالتالي ديت الأداة راديو بوتون. راديو اللي هي أداة الاختيار الفردي، يصمم عليها واجهة البرنامج. اللي أنا بصمم عليها واجهة البرنامج اللي هو الإيه؟ الفورم، أو ممكن أقول النموذج. طيب السؤال التاني طبعا ده سؤال جميل جدا. هنا بيقول لي امامك الخريطة لطباعة اعداد فردية من 1 إلى 10. طبعا الاعداد الفردية بتبدأ من كام؟ من 1. وبالتالي هنا حتى بالراحة بقول له ابدأ من 1. طيب هو هنا اداني ان المتغير هنا طبعا ظهر هوت اللي هو ال n، وبالتالي هاجي اقول له هنا ال n بدايتي من كام؟ من 1. تمام. طيب انت عاوز توصل لكام؟ 10. واحد يقول لي بس هو 10 دي فردي، اقول له تمام انا همشي معاك. ممكن نقول له 9. طب ولو كتبنا 10 فيها؟ لا، هنبص كده مع بعض. هقول له هل الاعداد بتاعتك اقل او بتساوي 10؟ واحد يقول لي يا عم احنا قلنا بلاش 10، اقول له ما فيش مشكله خليها 9 وده افضل عشان تساعدني في الحته اللي بعديها. يبقى هل الان اقل من او طب لو عملت 10 برضه ما فيهاش مشكله خالص. ليه؟ لانه هو لما هيجي هيعد التسعه اللي هو الايه من 1 ل 10، وبعدين هيطلع بعد التسعه على ال 11، وبالتالي الرقم هنا مش هيفرق معانا في الخريطه، بس هيفرق معانا في حساب عدد مرات التكرار. طيب انت لما هتيجي تعد الاعداد هتقول ايه؟ 2 1 وبعدين 3 وبعدين 5، كل مره بتعمل ايه؟ بزود 2. يبقى هاجي هنا وانا راجع اقول له زود لي على القيمه القديمه مقدار الزياده، يبقى هاجي اقول له ان
بيساوي n زائد مقدار الزيادة القيمة العداد بيساوي القيمة القديمة زائد ايه قيمة الزيادة. طيب يبقى كده املي مكان النقط خلصناه. طب عدد مرات التكرار طباعة القيمة، في قانون عندي بيقول لي ايه القيمة النهائية للعداد اخر قيمة هتنطبع معاك كام في الاعداد الفردية؟ 9 ناقص القيمة الابتدائية، انت بادئ الاعداد الفردية من كام؟ 1. طب افرض جالي مثلا من 2 الى 10 فردي، اقول لك اه الاثنين مش فردي، لا ابدأ من الفردي، يبقى من ايه 3، مش تنفع تجي من 1. طيب ما 9 ناقص 1 على مقدار الزيادة، انت بتزود كل مرة كام؟ 2. المقدار ده كله الناتج هنجمع عليه 1، ده القانون بتاعنا بيقول كده. يبقى 9 ناقص 1 يساوي كام؟ 8. 8 على 2 فيها كام؟ 4. 4 زائد 1 يساوي كام؟ 5. طب ما تيجي كده نعملها يدوي، بس طبعا لو القيم اكبر من كده ما ينفعش يدوي. 1 وبعدين 3 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9، يبقى انا عملت كام كرر كام قطع؟ 5 ايه مرات. طيب القيمه المتغير ان بعد انتهاء الحركه ان هتطلع بره بكام؟ انت لو جيت حتى تقول انت اخرك هتطبع كام؟ 9. طيب وهتطلع بره هيجي هنا هيجي يقول له برنت 9، هيعمل اند؟ لا مفيش هنا اند، ده هرجع لمعدل زياده. يبقى ان هيساوي 9 زائد 2 هيساوي كام؟ 11. هيجي يقول له هنا 11 اقل او يساوي، يقول له نو يطلع بره، يبقى هيطلع بره على كام؟ على 11. لها قانون تاني برضو بيقول لي القيمه النهائيه للعداد اللي هي 9 زائد مقدار الزياده اللي هي 2، 9 زائد 2 يساوي كام؟ 11. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب واشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس، وما تنساش ان موجود قائمه تشغيل لشرح منهج الصف الثالث بالكامل الترم الاول والترم الثاني وامتحانات المحافظات والتلخيص. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.